قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فدائما وأبدا تطمئن القلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترطب الألسن بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له قائل أوصني يا رسول الله، قال لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أو بالمعنى. وقد قال أيضا ربنا سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فحمد الله وشكره سببان من أسباب زيادة النعم، وكذلك يدفع الله بهما النقم. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. بذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين وتتنزل الرحمات وكذلك السكينة. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فأكثروا من ذكر الله ولا ترهقوا اللسان في القيل والقال واللغو، ولكن في ذكر الله تعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبدلا من القيل والقال نور صحائفك بذكر الله، ولا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وكذلك الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير، وشكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يقول حكم رجل مسن طلقها مرة ثم الثانية ثم الثالثة بنية أنها آخر تطليقة لها بلا رجع، ثم يريد مراجعتها بحجة أن الطلقة الثانية كانت طلاق غضب أو إغلاق. إذا كان فقد عقله في التطليقة الثانية لا تقع تطليقته، أما إذا كان متماسك العقل وقاصد ما يقول فلا تحل له المرأة حتى تنكح زوجا غيره. علي عزان يسأل بنت عزبة صدم الطفل، بنت عزبة يعني، ومات، كيف تصوم شهرين متتابعين؟ هل تفطر وقت الحيض ثم تواصل صومها؟ سواء بنت عزبة أو متزوجة صدم الطفل أنه مات، هذا قتل خطأ، فعليها دية مسلمة إلى أهل المقتول قتل خطأ، وعليها تحرير رقبة. إن عجزت صامت شهرين متتابعين، صامت شهرين متتابعين. والحيض لا يقطع الصيام، بمعنى أن إذا حاضت بعد أن صامت 10 أيام بعد أن تطهر تتم الصيام على ما قد سبق، وبالله التوفيق. استخدام المناديل الورقية في الحج جائز، لا مانع منه. هل الأرض يقول هل إذا يريد أن يحرموني طفلي زوجي وأهل زوجي قدرا من الله فعلت كل شيء لكي لا أخسره، ولكن فشلت، الإثم على من ظلم؟ نفسي مرة تجاوب على سؤالي، ما هو سؤالك؟ يقينك بالله، يقينك. ما حكم وضع النقود بالبنك على نية الحفاظ عليها دون أخذ أرباح أو خروج الربح لأي فعل خير؟ جائز ذلك. هل رجع أبو الحسن الأشعري عن مذهبه؟ الله تعالى أعلى وأعلم. لكن على أي حال ما يبث عنه في تأويل الصفات ونفيها كلام باطل، رجع أو لم يرجع لا يعنينا الشخص قدر ما يعنينا قوله. كالذي يقول مثلا ما رأيكم في السيد البدوي؟ نقول السيد البدوي بين يدي ربي، لكن الذي يفعل حول قبره ضلال وكفر. حديث الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، أما حديث الصيام يشفع فحديث ضعيف، أما القرآن فكونه يشفع فحديث ثابت صحيح. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هل صحيح أن نهار الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من ليلها، أم أن العمل الصالح يتساوى في نهارها مثل ليلها؟ بالقول الأول، لما فاضل بعض العلماء بين الليالي العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، قالوا الأواخر من رمضان في ليلة القدر خير من 1000 شهر،
ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فيه صوم يوم عرفة، وفيه يوم الحج الأكبر، فيه يوم الحج الأكبر وهو العاشر من ذي الحجة. فالحديث يقطع بأن ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام. ليلة القدر خير من ألف شهر كما سبق لمن وفق لها. يقول تقول أنا أسفة بس سألت، لكن أحسن من بس تقولي لكن، سألته قبل كده قبل هذا أحسن من قبل كده. والسؤال أكيد مش لم يصل، مش وصل، لم يصل أحسن من مش وصل. ينفع أصوم عن حد مات؟ إذا كان مات عليه صوم صام عنه وليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. ياسين شوشة، ما حكم الكلام مع المخطوبة في الهاتف؟ للحاجة وبالأدب والاحترام وبما لا يحدث مفسدة. ما حكم البلاي ستيشن، حرام أم حلال؟ مكروه. يقول حكم الدفن في المقابر الجماعية التي على هيئة غرف تحت الأرض، إذا اضطررت إلى ذلك هذه حيلة المضطرين. والله يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حكم من أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة يأتي بركعة جديدة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول حكم هل يجوز ذبح أضحية أقل من السن كما قال الدار الإفتاء؟ انتبه، فإن النبي قوله أولى من دار الإفتاء، رسول الله قوله أولى من دار الإفتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، وليتفطن لها المفتون فإنهم سيسألوا عن قولهم بين يدي الله. وعلم أيها السائل أنه قد يأتي أصحاب مزارع يكرمون بعض الناس حتى يفتون بتجويز السمنة مقام السن. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني تقريبا من البقر سنتان فصاعدا، من الإبل خمس سنوات فصاعدا، من الغنم ستة أشهر فصاعدا، من الماعز سنة فصاعدا. فلا تستمع إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أسمع الإجابة من قبل انقطاع البث، تلفظت بالطلاق باللسان فقط دون إصدار صوت، وأنا جالس وحدي وكنت زعلان مع زوجتي. يعني أنت رجل في عقلك خلل أكيد، يسمونك في الفقه عند بعض الفقهاء مبرسم وباللغة الدارجة مبرشم، لكن يعني جالس لوحده يقول زوجتي طالق، بينه وبين نفسه إذا مريض، أظنه مريض ويحتاج إلى أن يعالج. فمثله لا يقع طلاقي إذ يبدو من سؤالها أنه مريض. بقول للأسف الإرسال متقطع، انظروا يا إخوة للأخ أو الأخت أميمة كلامها سهل، إرسال متقطع أم لا. حكم استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد، باع أولا ذهبك واشتري كيف شئت، لا يجوز أن تدفع الفرق. وعليكم السلام يا طارق ابن طارق أحمد وسيف. القرض للتجارة حلال ولا حرام؟ القرض للتجارة بدون فوائد ربوية حلال، أما بالربا لا يجوز، وهي كبيرة من الكبائر، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. هل تجوز التضحية بالخيول؟ لا، إنما التضحية بالأنعام الثمانية التي قال الله تعالى من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وقال قبلها من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وهو البقرة عفوا الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، كل هذا الذي يضحى به. أما الخيول وإن كان أكلها جائز لحديث أسماء في البخاري نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، لكن لا تجوز التضحية بها. معتز يقول إن الله طيب يحب الطيب، أكرمك الله يا معتز ووفقك وذكرك بكل خير، وفتح الله عليك يا عبد الباسط ويا بهاء الدين، أحبك الله كما أحببتنا فيه. الدليل الصارف إلى كراهة الحلق لمن أراد أن يضحي، الدليل الصارف يا أبا عمر هو ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل، عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرسلها من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فهذا الصارف الذي استعمله الشافعية كصارف. امرأة لا تملك المال وعليها هدي،
امرأة لا تملك هدي تمتع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. معاق في الحج، هل لديه رخصة في اختصار الحج أم لا؟ اختصر ماذا يا فائق؟ اذكر ما تريد اختصاره. مرحبا بك يا محمد بن عودة. هل صيام العشر واجب؟ ليس بواجب. هل الفقيه يخبر السائل بجميع أقوال العلماء كأمانة التبليغ أم رأي الفقيه؟ يخبره بالذي على حسب حال السائل، إذا كان السائل يستوعب وعنده فهم لمعرفة الخلافات والاستدلالات يعلمه، إذا كان السائل لا يستوعب ذلك ويريد النهاية فيعطيه الرأي الذي ترجح لديه بالدليل. وأنت بخير يا غفران أم، بارك الله فيك. أما قولك يسعد مساك ويسعد مساكي أيضا، ولكن السلام عليكم أحسن من يسعد مساك. رانيا إنها مقيمة بالسعودية لكن ليس بمكة، هل أؤدي الحج متمتع أو مقرن أو مفرد؟ أيهما أفضل من حيث اتباع السنة النبوية؟ كل فريق رجح، أو العلماء لهم أقوال، منهم من يرجح الإفراد ومنهم من يرجح القران ومنهم من يرجح التمتع. أما مرجح الإفراد لأنه لم يشب بخلل، لم يشب بتحلل ومن ثم لم يحتج إلى دم، وأما مرجح القران فلأن حج النبي كان قرانا. أما مرجح التمتع فلأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فكل رجح شيئا فالأمر في ذلك كله واسع. صح حديث من قرأ في الاستفتاح الله أكبر الله أكبر الله كبيرا والحمد لله كثيرا فتحت له أبواب السماء، أذكر أن به ضعف. برنس اختصر احذف سؤالك أفضل. حكم التكبير المقيد الجماعة يوم العيد وأيام التشريق دبر الصلوات، هذا رأي جمهور العلماء، رأي أصحاب المذاهب الأربعة. التكبير يقول البث متقطع، ما هذا الذي يحدث؟ لعله عندك، الله يستر عليك. أعود قائلا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا على استحباب التكبير دبر الصلوات، ولعله يشهد لقيلهم، وهذا رأي مني أو بحث في الاستدلالات مني، ليس لم أنقله إلا عن لم أقرأه إلا عن قلة قليلة من أهل العلم، أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. وفي رواية أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أظن أن ذلك كان بمنا، أن ذلك كان بمنا، ولم ينص على هذا في الحديث، ولم ينص على هذا في الحديث، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي ويصلي بمنا إلى غير جدار، وابن عباس لم يكن هاجر إلى المدينة كما هو معلوم، فقد قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. حكم لباس الجوارب في الوضوء، حكم لباس الجوارب في الوضوء، اعلم أن المسح على الجوارب القول فيه ليس بقول واحد، فهناك فريق كبير من أهل العلم قال بجواز المسح على الجوارب قياسا على الخفين واتباعا لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين قالوا لا يجوز المسح على الجوارب هم فريق كبير من أهل العلم أيضا، قالوا إن الله قال ذكر الرجلين بالغسل وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، لم يثبت حديث عن رسول الله في المسح على الجورب، فقد بقينا مع الأصل. ما حكم طفل الأنبوب على يد طبيب فرنسي؟ أعيد الصياغة قائلا، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتعالج عند طبيب كافر أمين إذا كان الطبيب أمينا ولم يوجد طبيب مسلم في درجته جاهز؟ والنبي عليه الصلاة والسلام استعان في رحلة الهجرة برجل من بني عبد الديل هديا خريتا كي يوصله من مكة إلى المدينة وكان كافرا. هذا وأعود قائلا إن كان الطبيب أمينا فمن العلماء من يجوز ذلك للاضطرار. الأخ كبوسي ماهر ما أدري ما سؤالك. الأخ عفوا إبراهيم الهاشمي يرحم والدينا ووالديك ربنا سبحانه وتعالى. هل تغيير المنكر باليد محصور على ولي الأمر؟ ليس هناك دليل يقول إن تغيير المنكر باليد محصور على ولي الأمر،
بل هذا مصادم للدليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو الإمام ويوجه الكلام لأتباعه. فالذين يقولون محصور على ولي الأمر، هؤلاء في قولهم خلل وصادموا الحديث، لأن النبي هو ولي الأمر، وقال للصحابة وقال لمن بعدهم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإلى هؤلاء الذين أنزلوا ولاة الأمور منزلة أكبر من منزلة الرسل الكرام، اتقوا الله في أنفسكم. فربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إن تنازعتم أنتم وأولي الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإذا كان ولي الأمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وقوله الفصل قوله فصل ليس بالهزل، يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فجاز لنا أن نغير المنكرات باليد، ولكن ينظر دوما إلى المصالح والمفاسد كما هو معلوم لأدلة شرعية كثيرة. هل يشرع الاعتمار عن الغير؟ كلمة الغير كلمة ركيكة، وإدخال الألف واللام على غير أو على بعض، فتقول البعض، الغير لغة رقيقة، ولذا لا تجدها في كتاب الله ولا تجدها في سنة رسول الله كلمة الغير. على أي حال، هل يشرع الاعتمار عن الآخرين بعد عمرة التمتع في الحج؟ إذا كنت ستنشئ سفرا إلى مدينة رسول الله وترجع فلا بأس بذلك، أما تكرير العمرة في السفرة الواحدة فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمن كانت حالته مثل حالة عائشة رضي الله تعالى عنها. هل التصدق على أخي الذي مات يصله ثواب الصدقة؟ إن شاء الله، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خالتني أرضعتني على بنتها، البنات خالتي الباقيات إخواني، نعم، كل من رضع من ثدي خالتك أخ لك من الرضاعة، أنت رضعت من ثدي خالتك، كل أولادها محارم لك وكل بناتها محارم لك. الله يرزقنا وياك الزوج الصالح يا حاج. كلمة جرت على اللسان الله أعلم بالنوايا. لا تنسوا أهل تونس من دعواتكم، فقد استأسد كلاب الألمانية على أهل السنة وإلى الله المشتكى. الله يقول: يا طارق، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فاجتهدوا يا أهل الإسلام في تونس وغير تونس، والزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فلنثبت يا أهل الإسلام على ديننا والنافع عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء المارقين العلمانيين أما المارقون العلمانيون فأمرهم إلى قل وزوال إن شاء الله، وإن ظهر لهم رأي في بلدة من البلاد فأمرهم إن شاء الله ضاحد وبإذن الله تعالى، وكما قال تعالى في كتابه الكريم: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وغدا سيلقى هؤلاء المجرمون العلمانيون ربهم عز وجل، فسيقفون بين يديه ويسألهم عن الإفساد في الأرض الذي صنعوه. فيؤسف أن تصدر دولة كتونس وهي دولة مسلمة قرارا بأن تتزوج المسلمة برجل كافر، ورب العزة يقول: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. بإذن الله الباطل سيزول بإذن الله، والزبد سيذهب جفاء بإذن الله، ولكن ابذلوا يا أهل الإسلام من وقتكم وقتا لنصرة الدين. يقول: البث مش شغال فما أدري ما الذي يحدث. الله أكبر ولله الحمد. هل يجوز زيارة المقابر في العيد؟ زور المقابر في غير العيد، لم ترد عن رسول الله سنة أنه يزور المقابر يوم العيد، يوم العيد يوم فرح. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجوز أحيانا في العيد، فيضع خد عائشة على خده وتنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. وأيضا فإن امرأة كانت تغني بغناء بعاث، جاريتان تغنيان
بغناء يقول لا سليم، يعني كأن كأنه صلح والحمد لله. الحاصل أن جاريتين كانتا تغنيان بغناء بعاث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدففان في بعض الروايات، فنهرهما أبو بكر فقال النبي دعهما يا أبا بكر إن هذا يوم عيد، وهذا إن هذا يوم عيد. الرد عفوا رد الدين القديم بنفس المبلغ أو حسب الزمان، لا يعني واحد اقترض من واحد 1000 جنيه من 10 سنوات يردها الآن كم؟ 1000 جنيه كما أخذها. هل يجوز أن أصوم يوم عاشوراء فقط ولا أصوم يوم التاسع؟ يجوز يوم التاسع، عاشوراء بعيد بعض الشيء، لكن على أي حال صوم يوم عاشوراء، وإن شئت أن تصوم التاسع أيضا فهو حسن. هل تخاف الرد على أسئلتي؟ يوسف من أنت حتى أخاف من الرد عليك؟ ولماذا أخاف من الرد عليك؟ هل أنت يعني إرهابي ترهب المسلمين ولا ما شأنك؟ لا نخاف من الرد على أسئلتك، على أسئلتك والحمد لله. حكم كلمة الخاطب للمخطوبة، لأني لم أقل بالأدب وللحاجة على قدر الحاجة وبالمعروف. يقول تكلم مع أولياء الأمور أبناء البنات لا يغلو في المهر، وأنت أيضا يا محمد ابن أبو العلا أيضا تجاوز بعض الشيء عن الجمال، لما تريد جمالا فائقا وتريد نسبا وحسبا وتريد فيها الصفات الأربعة وتريد أن يخفضوا لك، فأنت تنازل أيضا عن بعض الشيء، والتيسير مطلب، التيسير مطلب. لكن شخص يطلب ذات دين وذات مال وذات جمال وذات نسب ويريد أن يبخسها حقها يطالب أهلها بالتنازل، فأنت تنازل أيضا، تنازل أيضا عن شيء من طلباتك، ستجد من يتساهلون معك. من قام إلى الثالثة ثم تذكر قبل أن يستتم ورجع هل عليه سجود سهو؟ إن كان سهى عليه سجود سهو، نعم، يعني قام للركعة الثالثة نسي التشهد وقبل أن يقف ذكروه فرجع عليه سجود سهو أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم أو بعد التسليم على الروايات الأخرى. أنا أخذت من جارتي مبلغ أعطيها، فإذا كل شهر حلال أم حرام؟ حرام يا أحمد وسيف، ربا لا يجوز لك. هل يجوز أن أغمض عيني في الصلاة من أجل الخشوع؟ الرسول أخشع منك ولم يكن يغمض، يعني تخف تغمض عينيك؟ لا، الرسول عليه السلام كان يصلي ورأى الجنة والنار في عرض الجدار، فدل على أنه كان ينظر. والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك قال لعائشة لما قضت صلاته يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. إسلام العريف رقمي 0005333383. ما حكم فك الحصار عن غزة وتحرير القدس وأنت تعرف أكثر مني ما هي القدس؟ قل يجب على كل مسلم له قدرة على أن يرفع الأذى عن إخوانه المسلمين في غزة وفي غيرها أن يبذل ما في وسعه لنصرة الإسلام والمسلمين. يجب على المسلم وعلى ولاة أمور المسلمين أن يسعوا جاهدين لاستنقاذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابثين. والله لو كانت عندي طائرات ودبابات وصواريخ تقاوم اليهود والله ما تأخرت لحظة يا يوسف، لكن ما باليد حيلة، وأنت تعرف، أنت تعرف يا يوسف قدرنا. ما الدعاء الذي تحب أن تدعو الله به؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، كذا كان النبي يدعو يقول ويعلم، وكانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما حكم من يترك صديقه بسبب تافه جدا وترك صديقه حزينا لذلك؟ عائشة التي تسأل تقول عائشة أحمد إذا كان تقصدين رجل صديق رجل ترك امرأة هلا أن يتركها ويبتعد عنها فلا صلة تربط الرجل بالمرأة، أما إذا كانت امرأة تركت امرأة فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. معنى رؤية السم في المنام، قلنا بنتك يا حمص نحن لسنا في مقام تفسير الرؤى الآن. ما حكم الذبح باليد اليسرى؟ جائز لكن الذبح باليد اليمنى أفضل. اعتمرت ولم أستطع لمس الحجر، لمس الحجر الأسود فقط أشرت إليه، لا بأس إذا عجزت عن الاستلام أشرت إليه.
كيف تكون الأضحية سنة ويحرم بيع شيء سنة ويحرم بيع شيء منها وعطاء الجازر أجرتها منها؟ كيف يعني كيف تكون الأضحية؟ ما في تعارض يا علي بن عبد الحميد، دقيق في الفهم ستفهم. رجاء توضيح حق الظافر، ما معنى حق الظافر؟ لا أدري. هل يجوز بيع جلد الأضحية للجزار؟ لا يجوز بيع جلد الأضحية للجزار، إنما يتصدق به كما في الخبر أمرنا أن نتصدق بجلالها. ما حكم قراءة القرآن من الجوال للجنب؟ جائز. هل يقام حد القذف على المرأة التي قذفت رجلا بالزنا؟ نعم يقام حد القذف على امرأة قذفت رجلا بالزنا إلا أن تأتي بالشهود أو هو يعترف، وأيضا إذا فعل ذلك الرجل أقيم عليه الحد. شخص نام جالسا في المسجد ولم يعد الوضوء، إذا كان نام على هيئة المتمكن لا بأس أن يقوم للصلاة. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط، فإذا خرج النبي صلى معه ولم يذكر وضوء. ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في شاة واحدة، إنما إذا شئت في بقرة سبع للأضحية وسبعان للعقيقة على الولد ذكر وسبع للبنت جائز هذا. أما التقسيم فعلى ما تيسر. هل يجوز البكاء على الميت؟ يعني إن الله لا يعذب، إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، إنما يعذب بهذا أو يرحم، فأشار النبي إلى لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. بس القطع الثاني ما أدري يا أم معاذ هل كلامك صحيح ولا أم لا. لو هناك عرس باختلاط ومعازف فليان أحضر وأبارك فقط، من لم يزل المنكر فليزل عنه، ابتعد عن هذه المنكرات. إذا مثلا فتاة أو امرأة ذهبت إلى عرس وجدت العريس يرقص مع العروس على الشاشة، تترك المكان هذا المكان العفن وتخرج في الخارج. هل يجوز توزيع لحم الحقيقة على الغلابة أم طبخها وعزم الناس؟ كل جائز. اشتريت أرض بالتقسيط هل تجب زكاة المال على الأقساط التي لا زالت عليه؟ إذا كنت اشتريتها ككنية تقتنيها فلا زكاة عليها، أما إذا كنت تتاجر في الأراضي فتقوم الأرض، وإذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول زكيت أو المبلغ الذي دفعته. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لما نزلت ولماذا؟ هل رفض الرسول قبول توبتهم؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. الله علم عن أقوام أن توبتهم ليست صادقة، هو الذي علم عن أقوام ذلك، وإلا فباب التوبة مفتوح. وجزاك الله خير يا شيخ إبراهيم الكور، وحفظك الله إنما كنت وحيثما نزلت. كيف يفعل من دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة؟ يقضي ما فاته على رأي الجمهور لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما حكم من لا يصلي ويذهب إلى الحج؟ إذا كان منكرا للصلاة فحجه باطل، إذا كان مقرا بالصلاة ومتكاسل فالحج جائز، الحج يفعل، ولكن لعل الله أن يهديه للصلاة. ترك الصلاة في ميزان السيئات بلا ريب. يقول ادعو لأخي محمد بن حامد مسجون ظلم، نسأل الله أن يفرج كربه وكرب كل مسلم، وأن يفرج هم المهمومين ويفك أسر المأسورين من المسلمين. هل يجوز ذبح بقر يوم العيد مع المشاركة مع أكثر من 5 أشخاص؟ كل واحد يجزئه 7 هو أهل بيته. هل يجوز الجمعيات الخيرية جمع جلود الأضاحي وبيعها؟ إذا خرجت الأضحية، إذا تصدق صاحب الأضحية بالجلد يجوز لمن أخذ الصدقة أن يتصرف فيه كيف يشاء. فإذا تصدق الناس بجلود الأضاحي على الجمعيات الخيرية وبعتها الجمعيات الخيرية لا بأس بذلك. هل يجوز أن أصوم في أيام ذي الحجة وأنا لم أصوم بعد الأيام التي أفطرتها في رمضان؟ نعم يجوز ذلك. يقولون البث توقف، ما أدري ما هذا العبث هذه الليلة، ما أدري ما سبب هذا. النت ضعيف يا إخواني، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. يقول لا يوجد بث. ما أدري هل قطع البث أو نواصل أو ماذا. ما حكم رهن المنزل بقدر من المال؟
يعني رهن المنزل لكن لا يستفيد منه الذي رهن له. يعني انتبه، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الشكوى يقول الإخوة غير لا نسمع، أنا أدري. نعم اشتغل. يقول رؤية هلال ذي الحجة لا تكون إلا في بلاد الحرمين، تكون في أي بلد مسلمة. دائما أوراق رسائل تقول البث منقطع، ما أدري قديمة أو حديثة. هل يجوز الحباق؟ عفوا وجزاك الله مثله. ماذا أفعل إذا فاتتني ركعتان من صلاة المغرب؟ تقضيهما وعلى ترتيب صلاتك أنت نفسك للمغرب. البث جيد والحمد لله، سلمك الله يا سالم. أفضل عمل عشية، أفضل عمل عشية عرفة لغير الحاج. عموما الأكثر من ذكر الله والدعاء من أفضل الأعمال. يقول كلمني قبل ذلك أنا مش بختار لا مال ولا جمال، أنا راضي باللي يجيبه ربنا، بس تكون تتقي الله بلاش الغلو. حاضر يا محمد ابن أبو العلا، لعل الله أن ييسر أمرك. جزاك الله خيرا، كلامي ليس لك بشخصك، إنما الكلام من باب إياك أعني واسمع يا جارة، ولعلك تعرف مناسبة إياك أعني واسمع يا جارة. هل مصافحة المرأة الأجنبية تبطل الوضوء؟ أختار رأي ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك لا يبطل الوضوء. يقول لو سمحت حلمت إني واقف، ليس المقام تفسير أحلام، كيف نتعامل مع من يظهر التدين وكلامه بخلاف أفعاله؟ تلك شعبة من النفاق ابتعد عنه. بس ضعيف جدا. الله يسهل لك أمر الزواج. ما حكم من يمنع زوجته من الإنجاب؟ من حقها أن تخالفه وأن تحمل، لأنها ما تزوجته إلا لمقاصد الزواج العامة. هل يجوز لي أن أصوم في أيام ذي الحجة وأنا لم أجبنا بنعم؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مراد الكملي الفاضلي، ما سؤاله؟ عفوا ذهب سؤاله عني. محمد فاروق، لو هناك عرس به اختلاط ومعازف الأحضر وأبارك فقط العريس؟ لا تحضر يا محمد ابن فاروق، لا تحضر يا محمد ابن فاروق، لا تحضر الأفراح التي فيها مخالفات لشرع الله. ما أدري الذي كتب باللغة أظن الصينية التي تصف ذنبا ارتكب من حيث إمكانية التوبة من عدمه. التوبة مفتوحة لكل من أراد أن يتوب، وأسأل الله أن يحفظكم أيضا. هل يجب على من سيضحي أن لا يحلق شعره؟ كذا قال بعض العلماء بالتحريم، والجمهور على أن ذلك يكره. زميلي يعمل مع فرقة لإحياء الأفراح ويتفاخر بالمال الذي يكتسبه من هذا العمل، ويعني كيف يحيي الأفراح؟ يعني مزيكا، موسيقى محرمة، رقص محرم، ما الذي يفعله صاحبك؟ والدي كبير بالسن ولا يبصر وجليس بالبيت، هل يجوز أن نحج عنه؟ نعم. يأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. مرعي أبو حسن، امرأة طهرت من النفاس قبل 40 يوما، هل تصلي وتصوم؟ نعم تصلي وتصوم. والأحاديث الواردة التي فيها أقصى موعد النفاس 40 يوما أو أقصى موعد النفاس 60 يوما كلها لا تصح، وبمجرد رؤية المرأة الطهر تغتسل وتصلي. ميدو رضوان، مقيم بمكة، أمي زيارة عندي من شوال واعتمرت مرتين في ذي القاعدة، الأول له والثاني لوالدي، هل تكون متمتعة؟ على حسب النسك الذي تختاره. دعاء السوق هل يثبت؟ دعاء السوق ضعيف جدا في سنده، ما عمرو بن دينار ليس بالثقة، إنما عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير ورجل ضعيف جدا. أعرف شيعة لا يغسلون أرجلهم في الوضوء. طيب أنت تعرف شيعة لا يغسلون، راحتك تعرفهم لا بأس، هم الشيعة عموما كده يمسحون. حكما قال لزوجتي أنت طالق لو فعلت كذا وفعلت وغرضه تخويفا يكفر كفارة يمين. يقول بالموسيقى، يعمل بالموسيقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون
يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فبناء عليه حرم العلماء الموسيقى. هل يجوز الحج عن الميت؟ نعم يجوز الحج عن الميت. ما حكم قراءة القرآن للمرأة بدون حجاب؟ جائز، والأفضل أن تتحجب للأثر، الله أحق من تزين له. ما هو السحر المستمر وما حله إذن؟ حله ذكر الله وتعويذ نفسك بالمعوذتين. هل يجوز إعطاء مال الزكاة للأقارب من الدرجة الأولى؟ كيف الدرجة الأولى؟ وضح ماذا تريد. عموما كتقييد، الذين يلزمك الإنفاق عليهم لا يجوز أن تخرج الزكاة لهم. هل يجوز صوم المرأة دون موافقة زوجها؟ صوم النافلة لا يجوز إلا أن تستأذن زوجها، إلا إذا كان زوجها عليلا يعني قعيدا كسيحا لا حاجة له في النساء، فحينئذ لا يلزم استئذانه، والله أعلم. حكم مقطوعة جزء من الإلية، هل أشتريها للأضحية؟ ليس هناك دليل يمنع مثل هذه، وهذا ليس بعيب كبير ظاهر. نعم الأولى غيرها، لكن إن ضحيت بها أجزأت. أريد أن أضحي ببقرة ومش متوفر السنتين النهائي، كيف العمل؟ افتح فمها انظر كسرت أم لم تكسر، زارت لها سنتان أم لم تظهر. اضحي بشاة انتهى الأمر. قلت لزوجتي أتاني رجل قلت لك هذا الرجل يؤذيني، انتقال قبل المليون. مش فاهم كلامك. يقول عندك سلاح أقوى من الدبابات والطائرات وهو المنبر. ممنوع من المنبر والله يا يوسف، ممنوع نصعد المنابر يا يوسف، ادعو الله لنا يا يوسف أن ييسر الله الأمر. ومن هنا نقول لأهل الإسلام اجتهدوا لنصرة دينكم. يقول تونس في هاوية، اجتهدوا في نصرة الدين، لا تترك الراية أبدا، راية نصرة الدين لا تتركها أبدا. إن نمت داسوك، قم، إذا سقطت قم، لا تتوانى عن نصرة دينك أبدا بكل السبل. ابذل كل ما في وسعك لنصرة هذا الدين القيم. بلغ أمر الله إلى خلق الله، بلغ كلام رسول الله إلى خلق الله، بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه ثم أداها كما سمع. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ابذل من جهدك جهدا ومن وقتك وقتا ومن مالك مالا ومن جهك جهل لنصرة هذا الدين. لا تتوانى ولا تتكسل أبدا. وآزر الدعاة إلى الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وكان مأواه الجنة كما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. 5 إخوة متزوجون كل واحد في بيته لكن المعيشة أموالنا مع بعض، تكفي أضحية واحدة؟ لا، 5 إخوة متزوجين في كبش واحد، لا كل واحد يذبح كبش، كل أسرة فيها كبش. الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة. يجوز التوقيل في ذبح الهدي؟ نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدنة. هل يجوز زواج شاب يتعاطى السجائر؟ إذا كنت دينا ارفضيه، لا تأخذي شخصا يتناول السجائر ولا يشرب الخمر ولا يترك الصلاة، إنما خذي شابا صالحا واتركيه لامرأة متبرجة. أنت لا تصلحي لشاب وأنت صالحة يشرب السجائر، ريحته وحشة يا أخت، الله يغفر لك، ريحة فمه قذرة، ابتعدي عنه أفضل، لا تتزوجيه من الأول، الله ينور عليك. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. الزواج ليس حرام لكن جيب واحد يقرفك. لماذا؟ بين لي حكم بيع الأحذية الرياضية تحمل علامة نايك وقد قيل إنها إله يوناني؟ أنا لا أعلم أنها إله يوناني ولكنها ممتهنة ويجوز بيعها. هل تخرج الزكاة عن مال أقرضته لخالي من أجل التجارة لم أسترجعه بعد يوم عفوا
هل تجوز زكاة مال أقرضته لخالي من أجل التجارة ولم أسترجعه بعد ويوم الزكاة وصل؟ إذا كان دينا حيا يعني يرجى سداده يزكى، إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده لا يزكى إلا إذا وصل. وفقك الله يا باسل. مع سلس البول هل تجوز صلاتان بوضوء واحد؟ افعل رأي الجمهور لأن المسألة ليس فيها نص، فتوضأ لكل صلاة. اسمه رقم الهاتف المحمول أحسن من رقم الموبايل 0-1-5-3-3-3-8-3. الجزار يشترط أربعة فقط في البقرة، هل يصح أن أقتسم ربع ما آخر فتكون البقرة على خمس؟ لا، أنت وصاحبك في سبعين والربع أقل من السبعين. الإخوة السائلون عن الرؤى المنامية، المقام ليس مقام تفسير أحلام، المقام مقام فتاوى إجابة على أسئلة الإخوة والأخوات في الحلال والحرام. قلت لك رقم هاتفي 0-1-5-3-3-3-8-3. وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد الشروق المعلن بعشر دقائق إلى قبيل الظهر بنحو من عشر دقائق. لقد تكفلت شخصا أخذ من بنك ربوي ولم أعلم أنه ربا إلا بعدما تكفلت، هل عليه إثم؟ إن كنت جاهلا هناك عذر بالجهل. خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر ليس بحديث. وليعلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكثر من رواية الإسرائيليات، وذلك لأنه وجد زميلتين من زوامل أهل الكتاب فكان يحدث بما فيهما، فلا يقال إن ما قاله من قبيل الرأي. لا يقبل مثل هذا من عبد الله بن عمرو على وجه الخصوص رضي الله تعالى عنه، مع أنه صحابي جليل وصالح من الصالحين، ولكن كان قد وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فكان يحدث بما فيهما، فلذلك العلماء يتقون ما كان من الأمور الغيبية التي مجهول الهوية. أبقاك الله مجهولا، لا أكثر الله من أمثالك، لا أكثر الله من أمثالك الذين ذهب حياؤهم. يقول ثاني رجل إلى منزلي وقلت لزوجتي إن هذا الرجل يا ابني أنت طالق، ولم يكن يقول رجل. السؤال غير واضح يا أبو حميد، وضح السؤال بلهجة أخرى. هل يوجد بنك إسلامي في أي بلد؟ لا أعلم. حكم صلاة المرأة في السيارة إذا خافت خروج الوقت للاضطرار يجوز، للاضطرار يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل تسافر إلى مكة؟ إن شاء الله تعالى أسأل الله أن يتمم بخير. حكم صلاة المرأة في السيارة خلاص. هل في التشهد النظر إلى السبابة؟ الأمر في ذلك واسع. بارك الله فيكم وحفظكم. ما بقول اتصال أو رقم واتساب، عندي أسئلة كثيرة، لعلك تتواصل مع الإخوة المسؤولين عن هذا وإن شاء الله يعطونك ما تريده إن شاء الله. الله يصلح صديقتك. بارك الله فيك الأخ القائم على صفحة قلوب تخشى الله، أشكرك على هذا. لكن شاء الله أن يكون من العباد من هو مؤمن ومنهم من هو ظالم لنفسه مبين. حكم من قال لزوجته أنت طالق في وقت غضبه، إذا كان يملك نفسه في وقت غضبه فطلاقه واقع، أما إذا كان فقد التحكم في عقله فطلاقه لا يقع. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، على كتابه، على سنة رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإخوة والأخوات الكرام، رطبوا دائما الألسن بذكر الله، وطمئنوا القلوب بذكر الله، نوروا صحائفكم بذكر الله، اتركوا اللغو، اتركوا العبث، اتركوا مباريات كرة القدم، اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فاجتهدوا لنصرة هذا الدين. لا يجلس أحدكم يعبث طول الليل والنهار يتمنى أن ينصر الدين فقط بدون عمل، ابذلوا من الجهد جهدا
ومن الوقت وقتا ومن المال مالا ومن الجاه جاها لنصرة هذا الدين القيم حتى يحفظكم الله. فلا قيام للناس إلا بهذا الدين. كيف يعيش الناس بلا دين؟ كيف يعيش الناس بلا رادع يرضعهم؟ كيف يعيش الناس بلا ترقب لليوم الآخر؟ إن هذا أعني فقدان الدين سيخول للسارق أن يسرق، وللقاتل أن يقتل، وللظالم أن يظلم، وللزاني أن يزني، وللسكير العربيد أن يسكر وأن يعربد. فكيف يعيش الناس بلا دين؟ إن عيشتهم حينئذ كالبهائم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلنجتهد جميعا في نصرة ديننا ولن يترنا الله عملنا. والله يقول في كتابه وأصدق القائلين: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. واعلموا يا أهل الإسلام أن الله عز وجل يحفظكم إذا بلغتم دينه. احفظ الله يحفظك، كونوا أنصار الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فابذلوا جهدا ومالا وجاها ووقتا لنصرة دينكم، ولا تكونوا كالأنعام همتكم فقط الأكل والشرب وغلاء البطاطس وغلاء الرز. إن اجتهدوا لنصرة دينكم ولو أكلتم فولا وخبزا ففيه بركة مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، يحفظكم الله دائما وأبدا. احفظوا أخوتكم الإسلامية، فالمسلم أخو المسلم أينما كان وحيثما كان. ولا تنسوا إخوانكم المستضعفين من المؤمنين والمأسورين، لا تنسوهم بدعاء صالح لعل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصالح الدعوات. قولوا مقولة العبد الصالح خليل الرحمن إبراهيم وتقبل دعاء. فأكثروا من الدعاء لإخوانكم المتضررين والمكروبين والمأسورين والمستضعفين في الأرض. اسألوا الله لهم تفريج الكروب في هذه الأيام والليالي الطيبة، لعل الله أن يكشف كربا وأن يفرج هما. ونحن نعتقد دائما وأبدا أن الله سبحانه بيده الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، وهو فعال لما يريد. وقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، من شأن ربنا يفك عانيا، يرد غائبا، يشفي سقيما، يرزق فقيرا، يرفع هذا، يخفض هذا، يؤتي هذا الملك، ينزع الملك من هذا. الأمر كله لله، وأن إلى ربك المنتهى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. شاكرا لربي على نعمائه التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، ذاكرا له بعونه وتوفيقه، ثم مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شكري موصول لإخواني الذين تابعوا معي إخراج المجلس لإخوانهم، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.